waxay kale shubha ay ku soo arooriyeen kitaabkan markii ay arkeen waxay yiraahdeen كتابكن وحو قري وقد قال الإمام قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم قال لغن او هذا كسو قوريي بو يراهن كتابكن او يري أفرتي مذهب أشاعري أهايين تاس وحي وجوابين الشبهاء يكسو أروريين وحي يراهن أفرت مذهب إني أشاعر أهايين waxa sheegay bay yiraahdeen sheekhan subki la yiraa waxa yiraahdeen subki wuxuu ahaa nin mutacassib ah oo hadalkiisa aan la qaadan karin aabihiisna way aflagaadeeyeen oo waxay dhahayaan sheekhan aabihiis asna mutacassib u ahaa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun war walaalayaal xaq hadii laydiin sheegay ma waxaad aflagaadeeyneysaan culimadii ahlul xadiiska ahayd سو صبكي أبيهس با ما أي سنهين أحاديث دي رسولك رقي حنبار سنة صلى الله وسلم عليه يا أدينك إدينك جهو الرئيي أو كتل ما مي صبكي أبيهس إني أهايين متعصب أيهايين إني تعصب جرين محايا لي تعصبكو واقفكو إنو بادلك أو أتعصبو حقنا أو كدن عمره وكلمة خطير أه تاسي وحي هلس أتهي culimadii islaamka ee ahlul xadiiska oo dhaawa cirdigoodii iyo sharafkoodii meel looga dhacay marka taas waxa weeye aan wax shubha xataa la oran karo ma aha waxay kale yiraahdeen oo shubha ay ku soo arwaaf lagaada uun taasi shubha lama oran karo waxay kale yiraahdeen subki wuxuu ahaay yiraahdeen qarnigii lixaad ayuu ahaay ayay yiraahdeen marka dadkii isaga ka horeeyay ashaacira ma ahayn ayay yiraahdeen maxay la isagu qarnigii lixaad uun buu ahaa marka wax isaga ka horeeyay miya jira oo ashaacirada amaanay ama ba sheegay madaahibta afarta in ay ashaacira yihiin wax sheegay miya jira ayay yiraahdeen taasi marka walaalayaal shubhadaas waxaanu iyadana uga jawaabeynaa kitaabkan la yiraaho tabyiinu kadib al-muftari oo uu iska leeyahay sheekhii weynaa ee muxaddiska ahaa إمام النووي هو كتل ما يحافظ الدنيا الدنيا ضمن منك أقول حفظك بضنا أو أقول أحاديث بضنا إن أو يهي كتل ما مي أيا وحو كقري أبو الحسن الأشعري إيا رقي أشاعر داها كتاب دن أيو كقري رقاس كتاب كاسي أو قري كل قد وحي كهرين قرنك اللحاد أيا وحي لين قرنك اللحاد أمبا ننك نيري أفرت مذهب أشاعر آيين كل قد كتاب كاسي رقع وقري او اهل الحديثية اي اهل الفقهية اهل الاصول اهل الاثرة لحدي بقول ويكوده الرئيين كتاب كاس ايات كدال عنكرتان تبيون كذب المفتري فيما نصب للامام ابي الحسن الاشعري ليراه بدك لو حوي ان علماء انتو ذبلا او صبكي كهو الرئيي ايا وحي الشيغين إني مذاهبتا أفرتا أه إني يهين أشاعر أي أهايين أي شيغين تسالهان وحان أسوى قادن كرنا شيخي حافظ كاها إلا أورنجري القشيري حافظ القشيري أيان أسوى قادن كرنا حافظ القشيري وحو يري اتفق أصحاب الحديث علماء أصحاب الحديث كوحي اسكوا فقيم بويري أن أبو الحسن الأشعري كان إماما من أئمة أصحاب الحديث إنو كمدها علماء أصحاب الحديث ولي برقو ذا إمام كاه ومذهبه مذهب أصحاب الحديث مذهب كعقيدة وكأ من سنة هنا أصحاب الحديث عقيدة من سنة أيوير قشيري تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل السنة دينت أصوشي دي أيو كهد لي وددي أهل السنة أول ليقين أيونا أغهد لي ورد وحونا رديي على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة بدعة إي أهل الزيغ أو السنة النبي خلافتي أيونا شيخ الردين جري أيو يري وكان سيفا مسلولا وحو أهايبو يري سيف لغسي بي أهل البدعة أيو أهابو يري أبو الحسن الأشعري شيخ هاسي
قرنك اللي حاد وكهر ريي او قرنية دي افراد ايوها سداسونا ابو الحسن او اماني ايضو ستوس اشاعر دا الله اماني او قرنك اللي حاد شيخ كهر ريينا وحان تصالو سوقادن كرنا امام كنوين الامام الفقيه ابو الاسحاق الشيرازي مقالة دي قالقا هيد ويري وحويري ابو الاسحاق الشيرازي الاشعرية اعيان اهل السنة ونصار الشريعة انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضية والرافضة وغيرهم، فمن ضعن فيهم فقد ضعن أهل السنة. وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد. وحيري أبو الإسحاق الشيرازي أشعري يدو أهل السنة والجماعة إن دهودي ويوير بروفيرس أيقنا وحيليهن كتابك وحا ننكا قري وحو كسو قوريي تاجدون الصبكي وقرنك اللي حادها ورا ابو الاسحاق الشيرازي ما قرنك اللي حاد وهاي ساقنا قرنك افراد ايوها وحونا ليه يهي اشعريدو اهل السنة ضدك اندها او اهوي اهل السنة ضدك اندها او اهوي ساس ايو ليه يهي مدك لي رقا اللي يهي لحدي بقل وحكو الرئي مجران واشاعر اها اما بشاكتي تاس ولا ليال وشبهات ضعيف واه محايلي كتابك اللي يراه تبيين كذب المفتري رك فربضا ايو قري او قرنيدي اللي حاد كوريي او كل قود اشاعر هنجري وحاكم ذا قادق اللي يراه باقي اللاني وحاكم ذا شيخي ساقنا لأورنجري شيخي لأورنجري ايا كم ذا ابو القاسم القشيري وحاكم ذا شيخي ساقنا الأورنجري أبو الإسحاق الشيرازي أبو الإسحاق الشيرازي أيا كمدها وحكمدها أبو بكر بن الفورك شيخي الأورنجري أيا كمدها إيا رك فربضان أو ميشان آن نكسو كوبي كارين وحكمدها شيخي حافظك أيا الأورنجري أبو النعيم أيا كمدها صاحب الحلية وحكالو كمدها أبو ذر الهروي أبو ذر الهروي وحو قيريو دي أفر بقول صدن إيا أفرتي وكو أورانها يا أشاعر اللح بقول وحكو الرئي هلا كينو أفر بقول صدن إيو أفرتيو قيريو دي الحافظ أبو ذر الهروي وحا كمي ده رقع شاعر دي قرنية دي اللي حاتكو الرئي الحافظ أبو بكر البيهقي أيا كمي ده وحو دي انتي أفر بقول كنتن إيا سيديد دي وحا كمي ده الحافظ أبو بكر الخطيب الإمام الكبير وحو قيريو دي أفر بقول لحدن إيا سدح دي وحكم ذها أبو الإسحاق الشيرازي صاحب المذهب صاحب المهذب شيخ أسوح جيريو دي ساقنا أفر بقول تضواتا إيا اللحدي أيو جيريو دي إيا انتاسي وحكا بضنبا مركا قفكي سوها نونا هيا ولا ليالوان وعد دي